السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حلقة اليوم اللي غادي نشوفوا البراتيك ديال الحلقة اللي فاتت، اي حلقة اللي مضات شنو درنا. دونك الحلقة اللي مضات كان عندنا ديماراج ديريكت افيك اري اوتوماتيك، دونك ديماراج ديريكت ان سوس دوماج افيك اري اوتوماتيك. دونك الحلقة اليوم ان شاء الله غادي نديروا البراتيك ديال الحلقة اللي مضات. دونك كيف كتشوفوا معايا كونتاكتور رولي تيرميك قاطع، ثم بوطون بوسوار مارش اي زر التشغيل، وكذلك بلوك تومبوريزي اون ديلي دونك او طرافاي. دونك يعني تبعوا معنا الحلقه باش يعني لما كتشوف داكشي تيوريك وتولي ترجع تشوف داكشي براتيك، دونك الفكره كتوصل بسرعه وكترسخ في الذهن. دونك بالنسبه للطلبه اللي كيقراو دونك راه يهمكم هادشي هذا بزاف، لان مقبلين على الامتحانات في التالي ديال السنه ديال فان فورماسيون. دونك هادشي هذا اللي كيكون يعني بالضبط، هو ما كاينش يعني شي حاجه ديال الاختلاف، كنحط لكم داكشي بالضبط لا في الشيما في الطابلو ولا في البراتيك، دونك كيكون داكشي هو. دونك على بركه الله نبدا يعني بالكابلاج ديالي. دونك اول شيء كناخذ الفاز، دونك الفاز مباشره كيمشي ليا، قلنا لكم كيمشي لنا مباشره ل 95 96. دونك من الفاز كيمشي ليا الكوموند ديال الرولي تيرميك، دونك هنا 95 96، دونك هي هذه. ثم السورتي ديال 96 كيمشي لينا، كيمشي ليا البوطون بوسوار مارش، دونك بوطون بوسوار مارش اولا زر التشغيل. دونك تبعوا معنا الحلقه مزيان الاخوان، الله يجازيكم بخير، واللي عنده شي تساؤل يخليه لنا في التعليق، وما نساوناش من التشجيع ديالكم طبعا والتعاليق، شكرا للجميع. اذا هنا كنمشي قلنا زر التشغيل اولا بوطون بوسوار مارش، دونك هنا، وكذلك غادي نضيف معاه السلك اللي كيمشي ليا الرقم 13، دونك هو هذا. دونك هنا ندير 13 اللي كيمشي ليا الكونتاكتور، يعني 13 ديال الكونتاكت. دونك هنا كنوصل الفاز ما بين 3 ديال بوطون بوسوار مارش، وكذلك مع 96 ديال رولي تيرميك، ومع 13 ديال الكونتاكتور. دونك نوصل الكونتاكتور نيميرو 13. دونك لحد الان الامور واضحه. كذلك رقم 4 ديال البوطون بوسوار مارش كنربطو مع 14 ديال الكونتاكتور اولا لو 14. دونك هذا رقم 4 ديال زر التشغيل، كنوصلو نيميرو 14 او رقم 14 ديال الكونتاكتور لومانتيا. دونك هذا هو لومانتيا. كذلك غادي نزيد معاه يعني سلك اخر اللي غادي يمشي ليا للبلوك دو تومبوريزاتور. دونك هنا دونك كتركبو يكون كيعطيك مع الكونتاكتور. دونك هذا هو البلوك اوكسيليير بلوك تومبوريزاتور عفوا. دونك هنا عندي 14، كنزيد معاه تومبوريزي نورمالمون يعني فيرمي، خصني نديرو في الجهة اللي كيكون فيها مفتاح مغلق. دونك هو ديجا عنده هنا نورمالمون كونيكتي، وهنا نورمالمون اوفير. دونك هنا عنده 55 56، وكذلك 67 68. دونك حنا خصنا نديرو في الفيرمي باش ملي يتحل يقطع لي على الكونتاكتور. دونك هو 95 96. دونك راه حنا كنا شرحنا هادشي في السبوره، وكذلك راه دايرين يعني كيفاش كيخدم الاون ديلي وكيف كيخدم الاوف ديلي. دونك التايمر، دونك رجعوا شوفوا الحلقات اللي مضاو ديال التايمر، وكذلك دابا نخلي لكم في صندوق الوصف طبعا. الان بقى ليا ديال نورمالمون
كونيكتي ديال التمبوريزي هو اللي غادي يمشي ليا ال ا ان. دونك هنا هاد السلك هذا غادي نديه ل ا ان. ما تنساوناش من الدعم ديالكم وتبعوا معنا الحلقات ان شاء الله غادي نمشيو في هاد السلسله كامله حتى نكملوا يعني جميع لي ديماراج. دونك هنا عندي غادي يمشي ل ا ان. كذلك يعني ندير واحد لومب دو سينياليزاسيون دونك غيكون عندها فاز ونوتر دونك غندير معاها مع ال ا ان يعني ملي توصل لفاز ال ا ان تاكسيت عليا تاكسيت عليا تشعل ليا هذيك اللومب دو سينياليزاسيون. دونك هنا عندي ال ا ان دونك الحلقه يعني بسيطه فقط خص الدراري يتعلموا يعني يديروا الكابلاج. اذا بقى لي حاجه وحده هو النوتر نوصلوه للادو يعني الاجوج. دونك النوتر عندي هو هذا دونك انا الاسلاك موجدهم باش ما كيطوالش الفيديو. دونك هذا هو السلك المحايد او النوتر. دونك غادي نوصلوا للنوتر مع لومب دو سينياليزاسيون طبعا هو المحايد. دونك غنوصلوا للادو الاجوج ديال الكونتاكتو وهكا كنكون يعني ساليت المونتاج ديالي. دونك هذا هو ديماراج ديريكت افيك اري اوتوماتيك. دونك غادي يدير لي لاري بهذا البلوك اوكسيليير بلوك دو تومبوريزاتو. دونك هنا راني ساليت الامور ديالي كامله. دونك نعاود نشرح بعجاله. دونك الفاز كيمشي لي مباشره ل 95 96 كيمشي لي البوطون بوسوار مارش 3 4 كيخرج وكيمشي ليا ل 14 وكنشانطيه مع البلوك ديال الطومبوريزاتور ولا سورس ديالو هو اللي كيمشي لي ل ا. بالنسبه ل 13 كنشانطيه مباشره مع الفاز. دونك هذه ما بين فاز ونوتر. دونك غادي دير لي مين دير مارش دونك غتعطيني انها راها خدامه. الان غادي نديرو لي سي معاكم. دونك كنطلع الفيزيب دو بروتيكسيون دونك كندير ماش. دونك دابا راه شغال كيحسب ليا لو طون دونك هو كيديزيكسيتي. دونك غادي نزيد في المده شي شويه. دونك ملي كدير ماش دونك كيبقى يحسب. دونك لما كيكمل لو طون اللي عنده كيديزيكسيتي راسو كيقطع على راسو. دونك هذه هي ديماراج ديريكت افيك اري اوتوماتيك. دونك هذه الحلقه ديالنا البراتيك ديالها. دونك الى حلقه مقبله بحول الله ودائما يعني نكملوا لي ديماراج ديالنا. دونك شكرا للجميع والى حلقه مقبله بحول الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.